الحمد لله على السلامة، ألف ألف مبروك فيلتك الجديدة. هايلة صح؟ فيلتي الجديدة سوبر لوكس. لا ولا شوية الخضرة، يا سلام على الفيو. هي بس عيبها الوحيد إن ثمنها غالي شوية. الحقيقة مش شوية، ثمنها غالي قوي. يا ريت الثمن كان فلوس، على الأقل فلوس بتروح وبتيجي وممكن تتعوض. لكن للأسف تمن الفيلا دي كان من شرف وضمير وإنسانية. ايه ده بقى؟ ايه يعني؟ أنا في مش فاهم حاجة. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ الله، هي مش دي الحقيقة ولا ايه؟ ايوه صح، معلش نسيت ان الحياة شكلها وحش وكئيب، بس عنيدة ودماغها ناشفة وغصب عننا لازم تتشاف. ولا تكونيش فاكرة ان جمال الفيلا البديعة دي حينسيكي شكل التمن اللي دفعتيه. يا نهار اسود، هي ايه الحكاية بالظبط؟ انت اللي كاتب الكلام ده؟ انا الصوت الرزل، الصوت اللي انت مش عايزة تسمعي. ده انت رزل فعلا، رزل وجبان كمان. بس تفتكري يعني لو انا سكت هتقدري تسكتي الالم اللي جواكي؟ هتقدري تخرسي الصوت الرزل اللي بيشك في قلبك زي بندول الساعه القديمه في ليله هاديه وجميله زي دي؟ الهروب من الحقيقه غباوه ملهاش اي معنى. قضي الامر، الطوبه جت في المعطوبه ورجلك اتورطت في الوحل يا استاذه. ومادام قبلتي الصفقه كلها ما تغمضيش عينك بقى عن عيوبها وتقولي مش واخده بالي. لا انت واخده بالك، اوعي تقولي كان غصب عنك. لا مش غصب عنك، افتكري كويس اللي حصل لك اول ما دخلتي مكتبك الجديد.